عبر العصور عانت كل الجيوش التي حاولت احتلال روسيا، فمساحتها الشاسعة وقسوة ظروفها المناخية يجعل غزوها أمرا صعبا للغاية. إضافة إلى ذلك، فإن المقاتلين الروس أظهروا كفاءة ومهارة قتالية عالية في وجه كل من حاول غزو بلادهم، ولعل محاولة نابليون وهتلر خير دليل على ذلك، إذ مني الجيشان بهزيمة قاسية، خاصة الجيش النازي الذي قضى عليه البرد القارس ودرجة الحرارة المنخفضة، مما أدى إلى انهياره وسقوط ألمانيا بكاملها. ولكن دائما هناك استثناء، فروسيا تم احتلالها وتدميرها من قبل جيش عرف بغطرسته وجبروته وهمجيته، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا الفيديو. في أواخر العام 1236 يجتاز جيش المغول الجرار نهر الفولغا، وذلك تحت إمرة القائد باتو حفيد جنكيز خان والقائد سوباتي، متجهين نحو الإمارات الروسية. لقد كان جيشا عظيما بلغ تعداده حسب أغلب الروايات قرابة 200 ألف، فيهم 35 ألف راكب. ورغم عددهم الهائل فقد تطلب منهم الأمر عاما كاملا ليدحروا مقاومة البلغار، وبالتالي عبد أمامهم الطريق نحو البلدات الروسية. في شهر نوفمبر من العام 1237 حاصرت جحافل المغول مدينة ريزان الروسية، وما هي إلا 6 أيام فقط حتى سقطت المدينة في أيديهم، فتم حرقها وإبادة من فيها. وفي شهر فيفري من نفس العام وفي عز البرد القارس اقتحم المغول مدينة كلومنا، ثم توجهوا صوب موسكو فاستولوا عليها وقتلوا ونهبوها بشكل مروع. ثم حل شتاء العام 1238 وتحديدا في شهر فيفري حاصر المغول مدينة فلاديمير، وبعد 3 أيام فقط سقطت المدينة في أيديهم فاقتحموها بهمجية لا تصدق، حيث قتلوا أغلب سكانها وحرقوا الكثيرين منهم أحياء وأسروا البقية. كون الأمير الروسي لوري الثاني جيشا وأراد أن يوقف زحف المغول المدمر، فتقابل الجيشان يوم 4 مارس من نفس العام ودارت بينهما معركة انتهت بإبادة الجيش الروسي بالكامل، وقد عرفت بمعركة نهر السيت. بعد هذا الانتصار قسم القائد باتو جيشه إلى وحدات صغيرة احتلت 14 إمارة روسية بسهولة تامة، وفي كل إمارة أحدث المغول دمارا هائلا واسع النطاق. وقد كانت مدينة كوزوليسك الروسية المدينة الوحيدة التي أبدت مقاومة للجيش الهمجي المغولي، وذلك تحت قيادة أميرها الشاب فازيلي، الذي تمكن رفقة جنده من قتل 4000 عنصر في الجيش المغولي. وقد تواصلت هذه المقاومة مدة 7 أسابيع، ثم سقطت المدينة، وكان انتقام المغول وحشيا. في شهر ماي من العام 1238 اجتاح الجيش المغولي القرم، ثم اجتاح المرديف وواصل زحفه تيلة شتاء العام 1239 الذي سيطر فيه على معظم مدن أوكرانيا الحالية، ثم وصلوا إلى مدينة كييف عاصمة أوكرانيا اليوم فحاصروها، وما هي إلا أيام معدودات حتى تم اقتحامها وتدميرها كالعادة، وذلك في شهر ديسمبر من العام 1240. وتواصل زحفهم فاجتاحوا ما يعرف بهنغاريا وبولونيا، وكان حجم الدمار الذي أحدثه المغول كبيرا ومروعا.